قبل ما نروحوا الفيديو خوتي ونوري لكم وين كنت نجمع القراع وين كنت نروح باش نديهم للمحلات هنا في ألمانيا والسوبر ماركت. المهم راكو تشوفوا وين تروح تلقى حاشاكم لابوبال في ألمانيا. لابوبال هاي لك وأغلبيتهم تلقاهم فارغين، خاصة كما نقولوا في الحدائق لي موجودين القرع بزاف، خاطش الناس يجوا لهنايا يقعدوا ويعني يشربوا الماء ولا المشروبات، اي مشروبات كيما هنايا لي بوبال. هنايا كنت تشوفوا واحده اخرى واش فيها فارغه. نزيدوا نروحوا للجهه اللي من هنا هذيك ونشوفوا، يعني في كل كوانه ولا في كل نقولوا 10 مترات كاين لابوبال، حاطين لك لابوبال خادمينها. هاي لك واحده اخرى نشوفوا واش كاين الداخل. ماكاش ثاني، ما فيهاش القرع، فيها غير لي غوبلي. نزيد نروحوا هاي لك واحده اخرى، شوفوا غير هنا برك، هنا برك كاين وحده اللي تحتها ما شفناهاش، معليش وحده زوج والثالثه هاي لك. المهم وحده اخرى هاي لك، هاي لك وحده قدامي هنا هاي، شوفوا هاي لك وحده اخرى. نطلعوا واش كاين الداخل، شيبس هذا ماك. نزيدوا نروحوا لهاديك ونشوفوا. اوب ماكاش، ما كاين والو فرغ. وكاينه وحده اخرى ها اللي هاكو تشلا تبان لكم، هاي لك هاي وحده اخرى، يعني بحد العشرين 12 او 20 مزبله هنايا غير في هاد الحديقه الصغيره هادية. ودوك ندخلوا المدينه ها لك، نمشوا لها بالك واحد 5 دقائق ندخلوا ونوريكم. المهم نبداو كي خوتي نحكي لكم وزيت هنيك ندخلوا للمدينه وتشوفوا. كي دخلت لالمانيا دخلت يعني حراق، وكي دخلت حراق كانت عندي شويه مصروفه، على بالكم بلي انا ما درتش اللجوء في المانيا. هاي ليك وحده اخرى هنا، دقيقه برك نقطع. ما درتش اللجوء وكانت عندي شويه مصروفه، على بالكم بلي الفيديو تاع اليوم هو خوتي نحكي لكم تانيك المعاناه، ماشي غير نحكي لكم السعاده والاوقات الجميله لا نحكي لكم حتى المعاناه، هي ما فيها حتى عيب، فهمتوا. المهم كي دخلت هاي ليك وحده اخرى هنايا، شوفوا ما كان حتى قرعه. ما عملتش اللجوء تاعي، واللجوء هو يعني واحد كيدخل البلد غير قانوني، حراك ما عندوش وين يبات، يعني وما عندوش خدمه وما كان يلو غني ديك نجيبك، لازم يدير اللجوء تاعو باش هكذا يتحصل على المبات صورة الألمانية، تقدم اللجوء تاعك وتروح يعطولك مبيت وين تبات ويخلصوك 340 اورو للشهر حتى ل 400 اورو، يعني كل واحد والحالة تاعو. وهذيك 320 اورو 340 اورو حتى 400 اورو للشهر، هذيك دايرينها باش الواحد ما يسرقش، باش الواحد ما يديرش المشاكل، السيستم اللي دايرينو هنا تاع الشوماج. المهم انا كي دخلت قعدت 6 شهور ما درتش اللجوء تاعي، وكانت عندي مصروفه، هذيك المصروفه هذيك مع الوقت راح تخلص. علاش؟ لانه ما عندكش مدخول واحد اخر، والواحد مع الوقت والواحد يحب يقضي، يحب يشري عفايس، يحب يسمى. احنا خاطين الحمد لله كيما نقولوا ما نطلبوش، وباش الواحد يفيت يسرق باش ما يسرقش، هكذا يسي كيفاش يدبر حل اللي كيفاش ينافيغي بيه فيه الحلال. ايام من بعد كيما نقولوا كي كنت ندخل للمحلات يعني سوبر ماركت في المانيا، كاين الدي ليدل نيتو بيني، كاين ايديكا، كاين كاوفلاند، كاين بزاف بزاف بزاف، وكل سوبر ماركت في المانيا تقدر تروح تمدلو القرع
200 قرعه 100 قرعه يعني اي قرعه تاع بلاستيك اللي كانت تاع سجاج تاع وتما تعطيهم له تديرهم في واحد الماشينه بعد نوري لكم وتخرج كما نقولوا يعطولك دراهم هكذا. انا كي كنت ندخل كنت نشوف الناس بزاف يرموا القرعه القرعه ومن بعد خممت قلت كيفاش هذه يا من الناس كي سقسيت قالوا لي القرعه هذو اللي تشربهم نتايا كما نقولوا تعاود ترجعهم. وعلى بالكم باللي خاصه في الويكاند بالسبت الجمعه ولا السبت يعني عندهم الويكاند هما وتاع البلديه اللي نقيو ما يخدموش هكذا. اما لا خاصه في المانيا كاين بزاف الحفلات والاعياد تاعهم الناس تشرب وتحط هكذايا ولا يرموا في لي بوبال. لو كان تشوف معايا تلقى باللي الحاله نظيفه 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 ما كان حتى قرعه مرميه في الارض. وكما نقولوا هذا السيستم دايرينو على جال النظافه يعني ناجحين به ماشي كيما حنا في الدول حنا في عندنا في الدول الافريقيه يعني تلقى بارتو واسمو القرع تاع البلاستيك القرع تاع السجاج الدنيا مزبله قاعيتك مانيش عارف انايا. لو كان نديرو السيستم هذايا كيما راهم دايرينو هنايا اقسم بالله العظيم قرعه في الارض ما تشوفها. شوفوا كيفاش الناس اللي تخمم هكذا. هنا دخلنا المدينات الكبار خاصه المدينات الكبار خاوتي كيما شتوتغارت ولا اللي فيهم بزاف الغاشي والناس يجوا بزاف يشربوا كاين اللي يعجز يدي معها القرعه يرميها في لابوبال فهمتوا. وكاين الناس دايرين هنا حرفه. المهم انا وليت نجمع وليت كيما نقولوا واحد اللي ما عندوش خدمه ني لغه انت جديد في البلاد هذه كنت نجمع كنت ندور نوض صباح وندور خاصه في المدن الكبار هذوك كنت ندور بزاف وكنت كنت عندي فيلو وكنت ساكودو وساشيات نلم 60 قرعه 70 قرعه في النهار يعني نلم القرعه ونروح للدار نروح نحط. كنت عند صاحبي يعني بايت بدون لجوء بدون اي عمل اي حاجه ما كان عندي والو كما نقولوا حره يبدا من الصفر فهمتوا. من بعد نعاود نولي نحط القرعه هذوك نعاود نولي نزيد نافيكي. المهم في النهار 60 70 قريه قرعه خوتي وكما نقولوا في الويكاند كانت حتى 150 قرعه وحسبوا نتوما القرعه وحده 25 سنتيم يعني كما نقولوا اربعه قرع 1 اورو. كي تجي تحسب البلاد بالدراهم تاع الجزائر تلقى باللي اربعه قرع 1 اورو اللي هي اكثر من 20000 فهمتوا. المهم هذه كيفاش بديت الواحد باش يفيتي السرقه والمشاكل كذا كنا نافيغوهم كما نقولوا حلال هذا مكان. نخليكم معنا وتشوفوا وين كنت ندي القرع هذوما ونتلاقاو من بعد. السلام عليكم هاسليش فيلكم رانا خوتي عبدو دي زادو تحييكم في المانيا رانا في وشاهدوا لها ايديكا كاين ايديكا اللي تبيع فقط المشروبات خوتي وهذه ايديكا اللي تبيع المواد الغذائيه وتبيع كلش وكاين مخصصه غير المشروبات. المهم انورو ولا كما تشوفوا هنايا ولا تا كاين اللي جو تاع بلاستيك اي حاجه ولا زوج اورو ديرها لداخل تجيب الفاقة تاعك هذه كيما راكو تشوفو. هنا عندنا الكواجا الفارغين اللي شهر وانت قاعد تشرب ولا شهرين ولا ثلاث شهور نحطوهم قاع هنايا هامليك كامل فارغين كيما راكو تشوفو. نزيدو القرع هذوما هذو لي كانيت قرع تاع بلاستيك تاع الما تاع المشروبات
تانيك هنا تانيك. كي خرجناهم لامال نحطوهم هنا وين نروحوا هاك تشوفوا كاع قلع فارغين حتى بالكواجه ها ما تدخلوا لداخل وتشوفوا معانا كيفاش هاي لك ندخل هنايا هنا تسكانيهم هادو تجي تسكانيهم من بعد كيما نقولوا تحسب لك 4 قرع وهادو لي ماشين ديجا حطيت فيديو من قبل هاد لي ماشين هذوما هاكو تشوفو قرعة تاع الماء لي ماشين جدد هاي قرعة تاع الماء تحطها هنا لداخل هنا تحسب لك كيما راكم تشوفو كل قرعة ب 25 سنت يعني 4 قرع 1 أورو أو ترجعهم لي هكيك معايا ماشي نقص بالخدها تخليه هنا تروح وحدها المهم ما حبيتش نطول في الفيديو القرعة كانوا عندي شوية هاي القرعة الأخرى تعطي لك 6 أورو 6.75 أورو تعبز الخضرة هذه يجيك تيكي هنايا خرج لك تيكي هنايا تيكي هذا شحال فيه 6 أورو 6.75 أورو محطوطة تحب تديهم دراهم ولا تحب تقضي فهمتوا خوتي انت بعد تدخل لهنا لداخل اللي مقيمين في ألمانيا يعرفوها في الدول الأوروبية الأخرين كاين اللي يعرفها بصح في الدول الأوروبية الأخرين كاين بزاف كاين في الدول بزاف اللي ما كاش كيما في فرنسا ما عندهمش هذا السيستم هذايا في ألمانيا كاين بهذيك 6.75 أورو تزيد تقدر تشري كاجو تاع ما ولا كاجو تاع الجو ولا فهمتوا هذا السيستم مليح هذا باش النظافة ونزيد تانيك باش الناس كي تشرب ما ترميش برا القرع كيما حنا عندنا في البلدان حنا الله غالب كيما عندنا في المغرب العربي خاصة نحكي في الجزائر خوتي بزاف القرع مرميين برا فهمتوا وهذا الشيء مؤسف مؤسف بزاف هنا اي قرعه تشريها كي تشربها تعاود ترجعها تحسبوا معايا كي ترجع القرعه الفارغه تحطها في الماشينه كيما شفتوا تحسب لك 25 سنت للقرعه حب يقول 4 قرع ب 1 أورو 1 أورو 1 أورو يا صاحبي مليحه 4 قرع 1 أورو وكيما نقولوا كاين شي عباد بزاف في المانيا يجمعوا بزاف القرع بالك 200 300 قرعه وحسب نتايا احسب شحال طيح لك كيما نقولوا كان يطيح فيه 70 اورو 80 اورو 100 اورو راهي مليحه فهمتوا خوتي المهم كاين المشروبات من كل انواع من كل انواع وهذوما يعني المشروبات رخاص بزاف فهمتوا خوتي المشروبات في المانيا رخاص 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 يعني كاجو يدير 12 اورو تشوفوا لي بري 12 اورو كاين كاجو تاع 6.99 أورو كاين كاجو تاع 6.99 أورو هنايا كاين كيما الكاجو الكازوز هذا كوكا كولا ومن الاش الكوكا دير 14 اورو الكاجو 12 اورو كاجو كومبلي خوتي عباكم شحال فيهم القرعه فيه 3 6 7 8 9 10 11 12 قرعه اه 12 قرعة وكاين من داك يديروا السولد من داك يديروا السولد كيما الماء ما تهدرش خوتي الماء باطل رخيص 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 ما تهدروش المهم المهم المشروبات كاينين من كل انواع يعني واش تحب تلقى واش تحب تلقى هاكم شوفوا بينكم ها هذا ما كان خوتي غير على درت لكم غير الفيديو مخصص غير على جال الماشينه هذيك اللي مطبقينها هنا في المانيا في برا ما تشوف حتى قرعه يعني تخيل معايا كي تشوف قرعه مرميه برا لازم ترفدها علاش خاطر كي شغل لقيت الدراهم فهمتوا خوتي هذا ما كان ها نزيدو ندوركم منها يا برك باش تشوفوا هذه الجهه هذه كاع رايحه ما اه وكاع الماء الماء هو اللي رخيص الماء كيما نقولوا كاين كاجو يدير 5 أورو كتشوفوا ها
كاين 5.99 هاكو ها الفوطة، كاين 4.49، كاين 7 أورو، كاين 5 أورو، 4 أورو، هي رايحة. هادو تاع الكواجة، وكاين هادو ما كيما عندنا في البلاد السعيدة، وهادو هما الرخاص بزاف. يعني كيما هذا باكي كومبلي يدير 3.49 أورو، القرعة دير 69 سنت، القرعة تاع ما كاين الفيشي وكاين، المهم أنواع تاع الما كاين، خير ربي. هاي رايحة قايتك، شوفوا كي نصور لكم من الفوق، تشوفوا شوفوا رايحين قاكواش، شتوهم ويلك قاع مشروبات كامل. تخيل معايا سوبر ماركت فقط للمشروبات، هذا ما كان، مانيش عارف الا كاين في البلاد هكذايا، مانيش عارف الا كاين سوبر ماركت فقط غير المشروبات. وكاين في المانيا بزاف انواع تاع الريد بول، هذوما يعني المشروب اللي تحوس عليه تلقاه. شوفوا شوفوا فونتا كولا شبيتسي، كاين انواع من تقدرش تصوروا. شوفوا اورانجينا كاينه كبيره صغيره، شوفوا الميرندا سيبناب، ها الفوقه تانيك رخاص رخاص رخاص. وهذو الانواع تانيك، وهذ الانواع تانيك، شوف 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 انواع. وهي كي تجي تولي تشوفوا خوتي تحيا الماء، والله غير الماء هو احسن، الماء احسن من كاع هادشي اللي كنت تشوفوا فيه. صح الواحد كيما نقولوا خطره هكذايا، بصح ما يكثرش على بالكم، هادو كاع سكريات وكلش. نزيدو تشوفوا منا من الفوق نوريكم. ها عبد الدي زادو، تحييكم ألمانيا، تلاقوا فرحتكم بزاف بزاف، تلاقوا في الفيديو المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم وربي يحفظكم، وبقوا على خير وباي باي.